إجابة عن سؤالكم فيما يخص الفلاحة في الجهة، وكما كيعرف الجميع أن الجهة ديال السوس ماسة هي واحد الجهة رائدة في الفلاحة على العموم، بحيث أنها كتنتج جميع الأنواع ديال الفلاحات العصرية، الفلاحات التضامنية، الفلاحة الحمراء، زعما الفواكه الحمراء، إنتاج الحليب، إنتاج العسل، الزعفران، يعني بزاف أركان، كاين بزاف ديال المنتوجات العصرية والمجالية والتضامنية في الجهة. وعلى سبيل المثال مثلا في الخضار، الجهة ديالنا كتفوق واحد 65% من إنتاج الوطني، و 85-90% من الصادرات ديال الخضار والفواكه. بالنسبة للحواميض كنتجو تقريبا واحد 40% من الإنتاج الوطني، وكنصدروا واحد 65% من الصادرات ديال الحواميض ديال البلاد. هنا كيبان لك بأن كاين واحد التثمين كبير للمنتوجات، وواحد زعما العمل كبير جدا. وبالنسبة للمنتوجات الأخرى كالزعفران، كالعسل، كاين واحد العمل كبير جدا في التنظيمات المهنية اللي عندنا في الجهة، فيدراليات، تعاونيات، جمعيات نسائية، جمعيات، يعني كاين بزاف ديال العمل. من الناحية الجغرافية كاين أقاليم، مثلا إقليم ديال طاطا معروف بالتمر وبالحناء، مثلا تيزنيت بالمنتوجات المجالية، الشتوكيت بها بالخضار، تارودانت بالحواميد، ليموز زاردة وتنان بالعسل، الزعفران في تليوين، اللوز في إغرام، يعني كل منطقة معروفة بواحد المنتوج. وهنايا كاين واحد العيادة العاملة، واحد كليما سوسيال كبير بزاف، واحد العيادة العاملة اللي تعتبر مؤهلة، وواحد العدد كبير ديال ايام العمل اللي والفلاحه ديالنا كتساهم في الاستقرار الاجتماعي في المنطقه. غير انه كاين واحد الازمه ديال الماء في المنطقه، الى لاحظت بناء على الاحصائيات ديال وكاله الحوض المائي ان جميع السدود في واحد المستوى جد متدني، يعني داك الشيء كيدعي القلق. مثلا السد ديال يوسف بن تاشفي اللي كيمد المنطقه ديال شتوكا، المعطيات اللي عندنا هو انه غادي ينقطع فيه التزويد بالماء في افريل، لحسن الحظ ان المحطه ديال تحليه ماء البحر اللي بدات كتشتغل بالنسبه للماء الصالح للشرب حتى هي غتبدا في نفس التوقيت ولا قبل كاع شي شويه، يعني تما ما غاديش يكون فيه شي اشكال كبير من ناحيه ديال الانقطاع ديال السد. ولكن بالنسبه للسد ديال اولوز اللي كيوفر الماء للمشروع ديال الكردان والسافله ديال اولوز، داك ولاد برحيل وكذا، الكميات اللي بقات فيه كميات ضئيله جدا، بحيث انه غادي تمشي حتى لفان مارس. وبتوافق مع الوكاله ومع الشركه المدبره لهذا المشروع حاولنا نقصوا الماء ب 50%، يعني الحصه تعطينا 50% و 50 في الاسبوع الجاي، وندبروا غادي يجرنا حتى بدايه ماي في اخر افريل، بدايه ماي نطلبوا ربي يرحمنا يكونوا شي تساقطات في هذا الشهرين الجايين، باش يكونوا واردات في البراج. وفي حاله ما كاينش واردات يعني غادي يكون انقطاع شامل وتام على المنطقه ديال الكردان اللي فيها واحد 10000 هكتار ديال الحواميد وخضار وكذا، وبالتالي المصير ديال هذيك المنطقه يعتبر مصير مجهول وكارثي الى تقطع عليهم الماء، حيث انه داك العمل اللي دار سنوات هذه في اطار مخطط المغرب الاخضر غادي يتوقف، وغادي تكون واحد الحاله قبيحه بزاف. هذا فيما يخص الاقليم ديال تارودان. ملي كتمشي لطاطا عاوتاني حتى هي عندها اشكالات كبيره ديال الجفاف، ديال ازمه الماء، تيزنيت، يعني جميع الاقاليم مهددة بهذه الأزمة ديال قلة التساقطات المطرية والجفاف بصفة عامة. هنايا الإشكالات اللي غيتوقع، داك الشيء اللي تبنى سنوات هذه كاين واحد النسبة فيه كثيرة اللي غادي تنهار، هذه المنظومة هذه غادي تنهار، لأن ملي كينقطع الماء تنقطع الحياة على هذا
على هذه النباتات وخاصة الأشجار المثمرة ملي كيكون في لحات موسمية إلى كاع ما دارت ما كاين بس نقدر نشوفوا مناطق أخرى اللي ممكن تدبر النقص في المادة، ولكن إلا كانوا أشجار مثمرة لبعض الضيعات اللي مبنية أساسا على هذا المشروع، لأن اليوم 11 ولا 12 سنة وحنا شغالين فيه وعمره ما انقطع أبار سنة 2020 اللي تنقل الماء ديال البراج ديال أكادير لتدبير الماء الخصاص ديال الماء الصالح للشرب، ولكن لواحد الفترة معينة ورجع اللي كان في واحد 4 شهور ولا 5 ديال الانقطاع نسبي ورجع الماء، ولكن الى انقطع دابا راه غادي ينقطع لواحد المده طويله، وبالتالي جميع الاشجار اللي كانت كتزود من البراج غادي يكون المصير ديالها هو الموت هو الاتلاف التام. دابا الى جينا نهضروا على الحلول، بالنسبه للحلول انا كمسؤول جهوي على الفلاحه ما كاينش حلول انيه، الحلول الانيه ما كايناش، لان ملي كنهضروا على الفرشه المائيه لما قلال بزاف الانخفاض ديالها والنبض ديالها قلال بزاف، والبراجات اغلبيتهم خواو بنتاشفين عبد المؤمن ديال اولوز مختار السوسي، يعني جميع البراجات اللي كتعطي للسوال الفرشه المائيه ولا السقي المباشر خواو، يعني للقطاع التام. اشنو هما الحلول الانيه؟ ما كاينش، نطلبوا ربي يرحمنا ويغيثنا باش نصوفيو الموسم، ولكن ملي شفنا ان التقلبات المناخيه في الخمس والعشر سنوات الاخيره ولات بحال ولات سنويا كتعاود، يعني ولات سيستيماتيك ولا داكشي ستركتوري ما بقاش طرفي، ولات دائم كل عام نقص الماء نقص التساقطات البراجات ما كيعمروش الواردات المائيه غاديه وكتنقص. انا كنظن انه حان الاوان اننا نفكروا في حلول اللي فيها الاستدامه، مثلا بحال هذه المحطه ديال تحليه ماء البحر اللي كاينه في شتوكه، هذه محطه اللي كتضمن الاستمرار لواحد المنطقه ديال 15000 هكتار، حقيقه الماء غادي يكون غالي تما، يعني التكلفه ديال الانتاج وديال المتر مكعب غاليه، حيت راه هي كتفوق 5 دراهم اورتاكس، يعني ملي غتزيد التيفيا غتزاد، ولكن على الاقل راه كاين الماء. اليوم يتحط لك الخيار ما بين ثمن ولا صفر، غتختار الله ما تخلصوا بواحد الثمن وتقول نشتغلوا نقلبوا على بدائل في الفلاحات اللي ممكن تحمل هذاك الثمن، ولا مساحات كبيره جدا غادي تنقرض فيها الحياه، وبالتالي غادي يولي تم التصحر والهجره وكاع هذه المشاكل اللي كنهضروا عليها. انا كنضمن حان الوقت اننا نديروا محطات ديال تصفيه ماء البحر كبيره باش يتنقضوا المناطق اللي تاريخيا كانت فيها الفلاحه وباقيه فيها اليوم، ونضمنوا الاستمرار والاستقرار لهذوك الفلاحه وهذوك المناطق اللي كتعتبر من اجود المناطق ديال الانتاج الفلاحي على العموم والحواميد على الخصوص. لهذا من هذا المنبر ومن خلال المنبر ديالكم الاعلامي كنطلبوا السلطات المسؤوله في هذا القطاع انها تتدخل وتبدا ديرنا دراسات لانقاذ ما يمكن انقاذه في القريب العاجل من السنوات ان شاء الله.